اعتقلوا يوم الخميس 29/9 الساعة 3:30 الفجر. الاعتقال طبعا جو البيت يعني خلو البيت طبعا ما ادري شو هني طبعا برا البيت بس قاموا يضربون الدريشة طلعت الخدام بطلت لهم الباب بعدين طلعنا احنا هم هني في الصالة طبعا كان فاضل قاعد يعني مراقب قاعد اخذوا خلاص من طلعت الصبح يوم فاني الصبح اتصل لنا تليفون ويوم فاني بعد اتصل بعد بس خلاص انقطعت الاتصالات طبعا مو في عوض الجاف ودوا التحقيقات هو في التحقيقات كل مرة نروح له قال لنا احنا طبعا كشف عن مصيره زيارة نزوره يعني بنعرف وين هو يعني طبعا من أبنائنا و أو يختطف أو يكون أسير بدون ما حد يعرف عنه يعني ولا نعرف مكان التواجد اللي هو فاضل يمكن تعددت الحالات اللي مثل حالات فاضل طبعا احنا نحاول بقدر الإمكان أن نفعل الجانب الحقوقي والجانب الإنساني من أجل معرفة مصير فاضل ومصير الآخرين طبعا احنا كآباء شهداء وكعوائل معتقلين نحاول بقدر الإمكان أن نوصل رسالة إلى الرأي العام عن هذه المحنة اللي يعيشها فاضل وتعيشها عائلة فاضل ونقدر احنا الألم اللي تعيشه أم فاضل وأبو فاضل وأسرة فاضل طبعا احنا لا يخلو لقائنا مع كل عائلة معتقل كل عائلة اي شخص يعاني من حضور حقوقي يتابع ويانا هذه القضايا احنا دائما معنا بعض الاخوة الحقوقيين يشاركونا في هذه الزيارات الزيارات هذه يمكن احنا نقول ما نقدر نسوي فيها شيء ولكن بالعكس هي لرفع المعنويات عن هذه العائلة كما تألمون غيركم يألمون أيضا يعني هناك تعددت يعني إذا بغيت تعرف مصيبة طالع مصيبة غيرك في ناس يعيشون حالات من القهر حالات من الضيم حالات من الظلم كثيرة لذلك إحنا نقول يعني نسلم الأمر لله سبحانه وتعالى ونرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى ولكن هذا لا يمنع من التحرك لا يمنع من إحنا نوصل كلمتنا كلمة المظلومين كلمة العوائل المعتقلين نوصلها لكل الجهات ذات الاختصاص بحيث أن نرفع هذه الظلامة لهم ولكن الملف ملف الظلم نرفعه لله سبحانه وتعالى لتجاوز هذه المحنة علينا بالصبر لنتجاوز هذه المحنة علينا أن نسلم في قضاء الله سبحانه وتعالى كيف ما يشاء الله سبحانه وتعالى لكل محنة لكل قضية هو المدبر لهذا الخلق ولا تتوقعون بأن المحنة ستطول بالعكس أنا أعتقد بأن هناك ألف حل راح يصير وراح تفرج إن شاء الله بإذن الله تعالى راح تفرج وراح إن شاء الله يعم الفرح للجميع ويسود إن شاء الله الأمن والأمان في هذا الوطن أنا أنقل لكم تحيات جميع عوائل الشهداء وجميع عوائل المعتقلين وكان ودنا أن يكون معنا يعني عدد أكبر من هذا العدد كان نظراً لذيك الوقت أنا أبعث تحية إلى هذه الأم الصابرة أبعث تحية إلى والد المعتقل فاضل على صبره وتحمله وهذا كله بعين الله سبحانه وتعالى كذلك أخواته عليكم بالصبر المحنة ما طول إن شاء الله والصبر تجزون عليه أتمنى إن شاء الله الفرج القريب إلى فاضل تحياتي لكم السلام عليكم أخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته كلامي بالدرجة الأولى موجه لعائلة المعتقل دائما نخلي في بالنا حقيقة وحية إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه
وكلما كان حجم البلاء أكبر وأشد، كلما كان الأجر والثواب أعظم وأعظم. ومصاحبة البلاء مع الألم والمعاناة، مصاحبة البلاء إلى الرضا بقضاء الله وقدره، ومصاحبته إلى نية القربى إلى الله تعالى، تعني أن الأجر والثواب أعظم وأعظم. والنية إذا كانت قربة لله تهون على الإنسان المصاب البلاء، ويلهمه الله الصبر والسلوان. فدائما نجعل عملنا مرتبطا بالله ليهون علينا البلاء ولننال الأجر والثواب. وإن شاء الله عن قريب هذا الصبر وهذا الألم وهذه المعاناة تجزون عنها في الدنيا بفرج عن ابنكم وبفرج عن الجميع، سواء كان معاني مكروب أو كان معتقل. نسأل الله الفرج عنهم جميعا في القريب العاجل بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. الصلاة على محمد وآل محمد. زيارتنا في هذه الليلة لعائلة المعتقل السيد فاضل السيد عباس، والذي تعرض للاختفاء القسري منذ أكثر من 100 يوم، طالبنا ولازلنا نطالب كما هي تطالب المنظمات الدولية بمن فيها الأمم المتحدة للحد من الاختفاء القسري. الاختفاء القسري يعتبر جريمة لدى الأمم المتحدة، وطالما أن الدول التي وقعت على هذه المعاهدات يجب عليها أن تلتزم بالمعاهدات، فالاتفاق القسري يعتبر جرم يحاسب عليه القانون الدولي، فبالتالي اختفاء الأشخاص لدينا يعتبر محرم دوليا، كما هو حالة السيد عباس السيد فاضل السيد عباس، كما هي حالة السيد علوي. اختفاء قسري لا يعلم عنه أهلهم أي شيء إلا اتصالات شحيحة جدا. الاتفاقات الدولية التي حدت من هذه الظاهرة أقرت بمنع هذا الاختفاء القسري تحت أي بند وتحت أي شيء، بمن فيهم الحروب، بمن فيها، ليس هناك أي مبرر للاختفاء القسري. لا ترضى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بأي مبرر للاختفاء القسري، حتى وإن كانت في حالة حرب، حتى وإن كان تهديد للسلم الأهلي كما يقال، حتى وإن كان هناك اضطرابات سياسية. هذا ما ذكر بالنص في الاتفاقات الدولية للحد من الاختفاء القسري. فبالتالي نحن نطالب إن لم يكن الإفراج عن المتهمين، هذا مطالبة بأننا نطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الري، فإننا نطالب بأن يتمكن أهل المعتقل فاضل عباس من رؤية ابنهم، ليس فقط الاتصال إنما بالرؤيته والاطمئنان عليه سوى العائلة أو المحامي لهذا المتهم. نحن هنا لنتضامن مع هذا المعتقل ومع جميع المعتقلين ونطالب بالإفراج عنهم تضامنا ليلة، تضامن حقوقي، تضامن من عوائل الشهداء، تضامن من عوائل المعتقلين، من الحقوقيين، من كافة شعب البحرين الذي يطالب بمعرفة مصير السيد فاضل السيد عباس والحد من ظاهرة الاختفاء القسري. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يفرج عن جميع. الله يفرج عنا وعن الجميع ويرجع وسط الأمر وعينهم شوفة بيهم إن شاء الله قريبا. الله يحفظه ويحفظه ويحفظه. انت أبونا سيدنا.